السلام عليكم ورحمة الله اخواني المشاهدين ومتابعي قناة يوسف تكنو. اليوم ان شاء الله عندنا فيديو شرح كامل لوظائف ريموت سواء مباراة تي سي ال. هذا ريموت لموديلات تي اس 8211 وتي اس 8132 اللي ايضا تكلمنا عنهم في فيديوهات فتح صندوق ومراجعة راح تكون ايضا في القناة. حتى نوضح وظائف ازرار هذا الريموت بشكل كامل، هذا ازرار له عدة وظائف. الوظيفة الاولى انه يقلل ضوء الشاشة الموجودة على الساوند بار، لان هذه الموديلات كما ذكرنا فيها شاشة وبالتالي التحكم في مستوى سطوع الإضاءة. أيضا إذا بقيت ضاغط على هذا الزر راح يحول الساوند بار إلى وضع الليلي وبالتالي يقل مستوى الضوضاء ويحاول أنه قدر الإمكان يخلي الصوت هادئ ومنخفض. هذا الزر هو زر الإطفاء والتشغيل، هذا الزر هو زر تفعيل خيار الدولبي آتموس الأون والأوف، وكما وضحنا سابقا أنه افضل طريقه وافضل تجربه صوت تحصلها على الساوند بارات هي من خلال توصيل سلك الاتش دي ام اي من الساوند بار الى الشاشه، لانه حيعطيك اعلى جوده صوت وافضل تجربه صوت ويختلف كثير جدا عن استخدام البلوتوث. هذا هو زر تحويل الى مخرج الاوبتيكال او سلك الاوبتيكال. هذا الخيار، هذا الزر يحولك على مدخل اتش دي ام اي ارك، يعني انه حيفعل لك خيار الارك سلك الـ HDMI الموصل إلى مدخل الارك وبالتالي يصبح إخراج الصوت من خلال سلك الـ HDMI. وننصح دائما أنه تستخدم سلك الـ HDMI الأصلي اللي يكون مع الساوند بار، وكما وضحنا في فيديو شرح كامل لكيفية توصيل وتركيب وتشغيل الساوند بارات TCL على الشاشات من خلال الارك والبلوتوث. أما هذا الزرين اللي تكلمنا عنهم كما ذكرنا موديلات الـ 8211 و 8132، هذا الخيار الـ HDMI-N انه في حال قمت بتوصيل جهاز اضافي اللي هو من هذا الزر الـ HDMI-N مثلا ساتلايت او ريسيفر او بلاي ستيشن 4 او اي جهاز في سلك HDMI من خلال الساوند بار او مدخل الساوند بار اللي هو الـ HDMI-N، وبالتالي انه ايضا ينقل صورة وصوت للجهاز المتصل اللي هو كمثال الريسيفر، فتختار الـ HDMI-N ايضا راح ينقل الصورة للشاشة لكن الصوت حيكون يخرج من الساوند بار نفسه عن طريق ايضا سلك الـ HDMI، وهذا حيكون افضل خيار اذا حبيت انه تستخدم الساوند بار بنفس الوقت مع الجهاز المتصل اللي هو كمثال الريسيفر عن طريق طبعا كيبل HDMI الموصل بالساوند بار كما وضحنا في فيديو التركيب. في حال انه اختاريت باس ثرو فبالتالي بهذه الحالة راح يكون دور الساوند بار فقط نقل الصورة والصوت من الجهاز المتصل عن طريق نفس كيبل HDMI الخاص بالساوند بار، يعني الساوند بار ما راح يشتغل وما راح يكون يشتغل كمخرج صوت، فقط حيكون كجهاز توصيل، يعني انه الصوت حيكون من الشاشة. هذا الزر هو زر تحويل اليو اس بي، انه تستخدم اليو اس بي الموجود بالساوند بار مثلا وصلت عليه فلاش او هارد. هذا زر هو زر تفعيل البلوتوث او تحويل على البلوتوث، في حال انه حبيت تدخل الساوند بار على وضع الاقتران حتتوصل مثلا موبايل او توصله بالشاشه او حاسبه او اي جهاز بلوتوث اخر، تبقى ضاغط على هذا الزر من 3 الى 5 ثواني. هذا وضع الصوت ووضع الافلام، في حال انه كنت تشاهد افلام فافضل خيار انه تختار وضع الصوت الموفي. اما الميوزك اذا كنت مثلا تسمع موسيقى او تشاهد موسيقى او اغاني فهذا هو افضل وضع للموسيقى والاغاني. اما اذا كنت تشاهد مثلا مباريات او تلفزيون او اخبار او مسلسلات، ولو صراحة ايضا المسلسلات مفضل تختار وضع الموفي، اما اذا كانت مشاهدة التلفاز عادية فتختار التيفي. هذا الزرين وزيدون التربل اللي هو الايقاع بالاغاني او الموسيقى او الافلام، انصح دائما ممكن تختلف من شخص لاخر لكن انصح انه تكون على زائد 5 اعلى مستوى حتى تحصل على افضل تجربة من ناحية الايقاع وتفاصيل الصوت. اما هذه الازرار في يمين ويسار ايضا ممكن تستخدم لنقل بملفات الصوت وحتى زياده وتقليل مستوى الصوت ايضا باتجاه الاعلى والاسفل، ممكن تقدم لك هذه الوظيفه حسب التطبيق او حسب القائمه. هذا الزر ايقاف والتشغيل او الاوكي بالريموت، وايضا ممكن توقف به حتى المحتوى مثلا على اليوتيوب. هذا الازرار هو الباس اللي هو قوه مضخم الصوت او تاثير تضخيم الصوت او الارتجاج، يعني انصح انه يكون ايضا زائد 5 حتى تحصل على افضل تجربه ولو ان هذا ايضا خيار شخصي. اما هذا الزر فهو زر كتم الصوت. اذا احبائي هي هذه وظائف الريموت بشكل مفصل. ايضا في القناه عده شروحات اخرى لاجهزه تي سي ال بامكانكم الاستفاده منها. اما بالنسبه للساوند بارات فجميعها في القناه لها فيديو مراجعه وفتح صندوق بشكل مفصل لكل موديل من موديلات تي سي ال بامكانكم ايضا الاستفاده منها، وضروري تشاهدوا حتى تكون عندكم فكرة كاملة عن مواصفات كل ساوند بار. نشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر قريبا. أخوكم أبو يوسف.